أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم
وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام صدق الله العظيم. تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا وسراجا
منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ودع أذاهم وتوكل على الله ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم.
ما غرك بربك الكريم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما غرك ما غرك ما غرك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك الذي خلقك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما 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 كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما
كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين صدق الله العظيم. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا
والأمر يومئذ لله. والأمر يومئذ لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك صدق الله العظيم. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا أما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن
الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بلى والحمد على ذلك من الشاهدين. لا خلق الإنسان من علق. اقرأ 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 وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. هكذا الدنيا لو تلوم الدنيا لأحد لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكن تفنى الدنيا
ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. سبحانك اللهم خير معلم علمت الإنسان بالقلم القرون الأولى وأخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا. أرسلت موسى بالتوراة مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا سقى الحديث وناول التنزيل. وكانت هذه التلاوة إخوة الإيمان والإسلام مسك الختام ولا ختاما في القرآن بل ختاما لليلتنا هذه تلاها على مسامح حضراتكم ذلكم العلم القرآني الذي أمتعنا اليوم عبر أثير موجات الإذاعة والتلفزيون في قرآن الجمعة ذلكم العلم القرآني الدكتور عبد الناصر حرب كما كان يزامله أيضا فضيلة القارئ الأستاذ سعيد عاطف المسيري. أما قصر الضيافة المتنقل فقد لقب من محلات ومخازن الحجنين نعمان زيتون والبشمهندس ياسر بصلة. أيها السادة المعزون الكرام سعيكم مشكور وذنبكم مغفور سائلين المولى تبارك وتعالى أن يغفر لمن توفى ولمن كان هنا حيا. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون.